بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقاتنا تستمر والتحديات على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. في هذه اللحظات شوطنا 19 تعلن انطلاقته للبكار اللقاية المهجنات الأصايل. ننطلق مع شعارات أبناء القبائل الحاضرة على أرضية هذا الميدان. شواهين على المركز الأول، مطر بن حامد بن حميد بن هلال الدرعي ينطلق على المركز الأول ويقدم شواهين على المركز الأول وعلى الصدارة. المركز الثاني أتابع المركز الثاني في هذه اللحظات على المركز الثاني. فكرة القادمة ناصر بن مغير بن سالم العميمي المركز الثالث، وتابع المركز الثالث هذه بهجة ضاحي بن يمعة العميمي قادم رعي ثمينة في هذه اللحظات يقدم بهجة على المركز الثالث. المركز الرابع هذه ثمينة عبد الله بن سالم برميلة العامري ينطلق شعار برميلة العامري على المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس نتابع هذه لمحة محمد بن علي بن سعيد بن سعودي الاكتبي قادم على المركز الخامس. والمركز السادس حضور مبارك بن محمد بن معنس بن يزرب العامري ينطلق على المركز السادس. وسابع المراكز حضور القادمة عفوا في هذه اللحظات هذه وعد عمر بن راشد بن محمد بن سبت الخيالي ينطلق مع انطلاقة وعد على المركز السابع والمركز الثامن. الظبي لحمد بن خميس بن سعيد الهشامي القادمة والهاشمي هذا الهشامي ينطلق في هذه اللحظات. والمركز العاشر عندك يا راعي شاهين يأتي مع منهج القادمة محمد بن سالمي بن مبارك العامري. هكذا هي النتيجة، ندانا الأول للعشر المراكز الأولى المتقدمة. ولكن شوف الشعارات القادمة، تابع الأسماء القادمة يا من تتابع يا من تراقب هذه الانطلاقات على قنوات دبي ريسنج الحاضرة على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. أعود إلى المركز الأول، شواهين على المركز الأول لا زالت في مقدمة هذا الشوط من البداية. مطر بن حامد بن هلال الدرعي ينطلق على المركز الأول. برميلة قادم برميلة العامري يبحث عن انتصار في مسار هذا الشوط يقدم ثمينة عبد الله بن سالم برميلة العامري. ولكن بن سالمين هذه منهج القادمة محمد بن سالمين بن مبارك العامري غيرت من الثالث إلى المركز الأول. المركز الرابع شعار بالسعودي القادم مع لمحة الواصلة محمد بن علي بن سعيد بالسعودي الاكتبي على المركز الرابع. بعد الاثنين كيلو متر وتابع شعار عمر بن راشد بن محمد بن سبت الخيالي قادم مع وعد على المركز الخامس. وبن ضاحي ياتي ويقدم نجوميه والاروع مع بهجه القادمه، بهجه ضاحي بن يمعه العميمي القادم. ما شاء الله تابع راقب الاسم القادم الظبي حمد بن خميس. الظبي القادمة لحمد بن خميس بن سعيد بن حبيب الهاشمي قادم في هذه اللحظات. والوصول من كذلك شواهين القادمة وفكرة، هذه فكرة قادمة ناصر بن مغير بن سالم العميمي يقدم فكرة. وفتون القادمة محمد بن خميس بن حريب الشامسي قادم مع فتون القادمة والوصول من هذه حراقة قادمة. راشد بن ناصر بن محمد بن شابل المري قادم راعي مشغلة في هذه اللحظات بن شابل أحد ضيوفنا الكرام القادمين من ميدان التحدي. هكذا هي النتيجة. وين الموقع الكيلومتر الأخير يا بن سالمين يا بن سالمين يا راعي منهج محمد بن سالمين بن مبارك العامري
ينطلق راعي شاهين على المركز الاول وعلى الصدارة. المركز الثاني شواهين مطر بن حامد بن حميد بن هلال الدرع على المركز الثاني. المركز الثالث هذه مهابة، اول لدى لمهابة عبد الله بن سعيد بن محمد الغفيلي، يقدم مهابة يقدم مهابة بالرميلة قادمة بالرميلة قادمة مع ثمين عبد الله بن سالم برميلة وبن شابل وبن شابل القادم مع حراقة القادمة حراقة راشد بن ناصر بن محمد بن شابل. المرية هي معركة ياه انطلاقة، ولكن بن سالمين بن سالمين على المركز الأول والدرع قادم وبن شابل، ولكن الصدارة الانطلاق على المركز الأول. منهج منهج وشواهين الدرعي شواهين شواهين تتسلل في هذه اللحظات، تبغي هذا الشوط تبغي انطلاقة وتحديات. شوطنا التاسع عشر ما شاء الله يحمل انطلاقة الابكار، اللقاي المهجنات الاصايل الانتاج. سلام يا الدرعي سلام، سلام للمصانع الجنوبية، تهانينا والناموس الى القوع السلام الى الرقيعات الى راعي شواهين مطر بن حامد بن حميد بن هلال الدرعي. المركز الثاني منهج لمحمد بن سالمين بن مبارك العمري. المركز الثالث مع بن شابل، والمركز الرابع المركز الرابع وصلت معالم لسعيد بن علي بن خميس العويسي، والمركز الخامس رسالة لمنصور بن سيب الراشد بن سالمين المنصوري. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول شواهين. تهانينا والناموس لمطر بن حامد بن حميد بن هلال الدرعي من قدم شواهين، قدم انتاجه الفاخر 7:35 جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني نتابع المركز الثاني في هذه اللحظات مع التوقيت الزمني منهج 7:35 او 36 سبع اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن سالمين بن مبارك العامري. المركز الثالث نتابع شعار بن شابل اللي وصلنا على ما اظن 7:39 وخمس اجزاء من الثانية. هذه حراقة لراشد بن ناصر بن محمد بن شابل المري. والمركز الخامس اللي وصلتنا مهابة لعبد الله بن سعيد بن محمد الغفيلي. هكذا هي النتيجة، تهانينا والناموس للجميع.